رصيد كبير لتجربة يوظف في تكوين شباب يطرقون إلى الإشاع في ميدان المستديرة. المهمة ديالي هنايا مكلف من طرف النادي باش نصرف على تدريب اللاعبين اللي قلب 19 عام لي جينيور، وتجربة فات لي هادي عامين باش كنت في هاد المهنة هادي ونجحت فيها، عطيت بعض اللاعبين اللي وصلوا للفريق الأول تنفتخر بها، الثقة والجدية في التدريب هو الإنسان تيوصل. التجربة اللي خذينا كلاعب ولا في التكوين تنحاولوا نعطيوها للدراري لا في الملعب ولا في الطابلو ولا في الهضرة كومينيكاسيون. ولأنه يدين لفريق النادي المكنسي بالشيء الكثير فلا يكل في تقديم الدعم والمساندة للفريق الأول، يتابع أخباره عن كثب ويحضر باستمرار حصصه التدريبية ومبارياته الرسمية. النادي المكنسي فكما سبقي فات لي هضرت بأنها هي أعز ما عندي في الحياة ديالي، وعطيت فيها السيل كثير وتنبغي نسمع عليها السيل مزيان وما تنبغيش نسمع عليها شي حاجة اللي تضرها. سي دوماج، كانت النادي المكنسي يضربوا لها الفرق 1000 حساب، دابا حاليا ولات القضيب بحال تقول لقمه سهله، وهو عنده امكانيات وعنده لاعبين اللي يمكن لهم يعطيو ديك القوه للنادي والسمعه للنادي اللي كانت عليه. عبد الغاني لكحل او الغويني كما يحل لاهل مكناس تسميته، يعد واحدا من الاسماء التي ساهمت في اشاع كره القدم المكناسيه، لا يزال يحظى بالصيت ذاته منذ أن صاغه أيام زمان، وسيبقى كذلك لأنه جزء من تاريخ كرة القدم بالمدينة الإسماعيلية. البطولة الوطنية الاحترافية في جولتها السادسة على قناة الرياضية. المغرب الفاسي في مواجهة مثيرة يستقبل الوداد البيضاوي، مباراة تشاهدونها الأحد في 7 مساء على قناة الرياضية. حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية، روبورتاجات، كواليس المباريات، صخب الملاعب وصدى المدرجات، نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية. حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بداية الساعة 9 مباشرة على قناة الرياضية. البطولة الوطنية الاحترافية في جولتها السادسة على قناة الرياضية. إحدى قمم الدورة يستقبل خلالها الفتح الرياضي حسنية أكادير الاثنين في 7 مساء على قناة الرياضية. Souhaiteriez-vous que vos lames durent plus longtemps? Gillette Mac 3 vous donne une sensation d'irritation réduite et dure jusqu'à 30 jours. Ces trois lames haute définition avec un revêtement avancé durent plus longtemps et vous procurent un rasage de près et confortable jusqu'à 30 jours. Gillette, la perfection au masculin. إلى غاية 27 أكتوبر استفدوا مع جوال من الرصيد في 5 المرات على كل تعبئتكم من 5 إلى 30 درهم، والرصيد في 7 المرات على كل تعبئتكم ابتداء من 50 درهم، ونزيدكم غادي تستفدوا من العديد من الاسماس بالمجان. وما تنساوش مع جوال راه الخلاص بالثانية على جميع المكالمات. على جوال ديما عوال. أوفر
offre spéciale Mirandina plus 20%. Plus de plaisir au même prix. Bimo, que du bon. الشكل الجديد لزيوت أفريقيا في المرحلة الأخيرة. وضع مقبضين لليد لتحكم أكثر. أغلاقة جديدة من أجل أمان أكثر. ملصق جديد لمعلومات إضافية لتسهيل الاختيار. زيوت بمعايير دولية وجودة مصادق عليها. الشكل الجديد لزيوت أفريقيا جاهز. اكتشفوا الجيل الجديد من زيوت أفريقيا كاليكس وأفريقيا ميجا ودائما بنفس الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مجددا نرحب بالجميع. ستنطلق الجولة الثانية من مباراة أولمبيكا سافيل الجمعية الرياضية السنوية بعد ثواني قليلة. وطبعا الجولة الأولى كما تابعنا انتهت لصالح فريق الضيف جمعية السنوية بهدف لصفر. الجولة الثانية ستكون كما ذكرت قبيل نهاية الجولة الأولى ستكون حارقة بكل معنى الكلمة. الجولة الثانية وهي دائما تكون للمدربين ماذا قدم بدو الزكي من جانب أولمبيك كسافي وماذا أضاف عزيز الخياطي مدرب جمعية سلة للحفاظ على نتيجة أو لإضافة هدف ثاني. وبدو الزكي ماذا قدم كحلول بالنسبة للاعبين للعودة في نتيجة المباراة. صعب جدا أن نتكهن بالنتيجة النهائية للمباراة. ندرك جيدا قوة فريق أولمبيك أسفي بميدانه رغم أن الفريق عادة ما ينهزم كما تابعنا من خلال خمس جولات ينهزم فقط بأخطاء. أعتقد أخطاء تكون سهلة للمدافعين كما تابعنا في الجولة الأولى كانت مراوغة جيدة والمتابعة لم تكن بنفس الجودة بناء المدافعين. إذا تماس بسرعة لفريق الجمعية وتعود الكرة عبر ضربة مرمى لفريق أولمبيك أسفي جانب من الزملاء التقنيين مشكورين رفقة الزملاء بمنصة الإخراج وشكر كما قلت موصول لكل الزملاء بالوحدة السابعة والزميل شقاق في الإخراج. نتمنى أن يعطينا لقطات الجميلة والأخرى. كانت تمريرة خارج حدود الملعب من طرف لاعب الجمعية محمد سفيان بن ديدان. ضربة مرمى لفريق المسفي أولمبيك أسفي. لعب الكرة دخل بن ديدان خرماج من جانب الأولمبيك تضع الكرة على يوسف البصري. ضربة خطأ لفريق الجمعية عكس ربما ما كنا ننتظر. الضغط والتقدم هو لفائدة فريق الجمعية. لم يرتكن للدفاع لحد الساعة لكن أعود لأذكر بأن لاعبي فريق أولمبيك أسفي بإمكانهم تعديل الكفة بقيادة مجموعة من لاعبين المجربين بقيادة رفيق عبد الصمد عبد الله مادي معاوي مجموعة من اللاعبين. تلعب الكرة سهلة فقط خارج حدود الملعب من عبد الرحمن اللعبي مدافع سابق للجيش. حمزة حمودي نفذ ضربة المرمى في حدود منتصف الملعب. تدخل جوعلاس بالرأس تعود الكرة. فريق الجمعية عبر ضربة خطأ. إذن كما نتابع هو الظاهر أيضا أن لاعبي الجمعية يحاولون قتل المباراة عبر الأكثر من ضربات الخطأ وعبر استخلاص الكرة والحفاظ على الكرة. دا سيلفا في محاولة خطيرة. دا سيلفا لا شيء يقول الحكم والحكم المساعد يعود ليذكر الحكم الرئيسي منير الرحمني بكون دا سيلفا حصل على ضربة خطأ صحيحة. كان دفع
باليد من محمد طاووس. كما نتابع تأخر دا سيلفا بتواني بالسقوط على الأرض. ضربة خطأ، فرصة مواتية، فرصة حقيقية، فرصة قد تكون الكفة التي قد تغلب وقد تقلب موازين المباراة. رفيق عبد الصمد وراء تنفيذ الكرة، سجل مرارا رفيق عبد الصمد عبر ضربة الخطأ، وضربة خطأ اللحظة في مكان مناسب جدا. اختبار حقيقي لمحمد عقيد حارس الجمعية الرياضية السنوية. الأمطار القانونية مطلوبة من الحكم منير الرحماني، والاستعداد والتركيز من رفيق عبد الصمد. سينفذ رفيق، تصطدم في الدفاع. رفيق تضيع الكرة من رفيق، حملة مرتدة لفريق جمعية في الجهة اليسرى. يوسف القناوي حاول المراوغة ثم التسديد، قوية قوية، وكانت أيضا متابعة جيدة من حمزة حمودي، وقبله المتابعة من كاسياكيسي. يوسف البصري، حمزة المتحف، حمزة المتحف يعيد الكرة للجهة اليمنى في اتجاه عبد الله مهدي. تدخل قوي من اللعبي عبد الرحمن اللعبي مدافع الأوسط بفريق الجمعية. علي رشدي يمرر الكرة، جميلة، تدخل الدفاع، إبعاد الكرة، خرماج استقبال الكرة الأخيرة. أكيسي، هذه خرماج مرة أخرى. علي رشدي في الجهة اليمنى، هذه يعيد الكرة لكاساكيسي. عود الكرة لكاساكيسي مرة أخرى باتجاه بوعاوي، خاطئة من مدافع الجمعية رفيق عبد الصمد. يبحث عن التمرير، يجد حمزة متحف، تستخلص الكرة، يعود حمزة مرة أخرى، يمرر علي رشدي في الجهة اليمنى. مهدي خرماج، مهدي خرماج لمعاوي، معاوي كرة جميلة في الجهة اليمنى علي رشدي. مهدي خرماج، ماذا سيفعل خرماج؟ سيبحث عن التمرير، كرة جد المدافع اللعبي سهلة وتبعد من بنديدان. كانت محاولة المفروض كان من المفروض أن تستغل بشكل أكبر من مهاجمي فريق أولمبيك أسفي. ضربة خطأ لأميل شاب، تنفذ الكرة بسرعة. رفيق عبد الصمد اتجاه دا سيلفا، دا سيلفا خطيرة، كرة يمرر أو يسدد لا أعلم. كرة نهاية الأمر سهلة لمحمد عقيد حارس الجمعية الرياضية السنوية. عقيد يسدد كرة قوية عميقة في اتجاه يوسف قناوي في صراع مع علي رشدي. ضربة خطأ لعلي رشدي. خيار الأيمن لفريق الأولمبيك. كان صراع قوي بين لاعبين متميزين، الأول من صفوف الأولمبيك لاعب مدافع، واللاعب الآخر متميز أيضا بصفوف فريق الجمعية الرياضية السنوية وفريق الجيش الملكي، منهزم لحد الساعة بكلاسيكو القوي أمام فريق الرجاء بهدف لصفر. الكوكب تفوق على النادي القطري بهدف. مغرب تطواني دفاع جديد من دون أهداف، وأولمبيك أسفي لحد الساعة منهزم بميدانه هنا بملعب المسيرة أمام فريق الجمعية الرياضية السنوية بهدف لصفر. تلعب ضربة الخطأ بسرعة، علي رشدي لرفيق عبد الصمد. حاول رفيق عبد الصمد ترتيب زملائه بالفريق بالعودة
احيانا كثيره لخطوط الدفاع. حمزه متحف تمريره جميله عبد الله مدي وكندا معاوي. تدخل كان للحكم انا الرئيسي والمساعد. ضربه خطا تسلل لصالح فريق الجمعيه السلويه. ضربة خطا نفذ من طرف الحارس محمد عقيد. عقيد يتدخل امام نبيل قعلاص. حمزه يحصل على ضربة خطا تنفذ الكره بسرعه في اتجاه مهدي خرماج. مهدي خرماج يربح بدل الامطار لكن الكره ضائعه. بنديدان يمرر في اتجاه القناوي تقطع الكره من علي رشدي. اكيسي ليوسف البصري. يوسف البصري تعود الكره لاكيسي بعد لمسه من حمزه متحف لمهدي خرماج على لاعبي الفريق المسفوي. تكثيف الهجمات ولحد الساعة فريق الجمعية يقف بشكل جيد. يتوزع لاعب الفريق بشكل جيد على مستوى رقعة الملعب. داسيلفا في الجهة اليمنى يمرر كرة جميلة لمادي. تضيع الكرة لمادي. أخول اللعبي تبعد الكرة اتجاه القناوي لكن الكرة في التماس لصالح مادي خرماج. يلعب التماس بسرعة لي حمزة حمودي. حمزة حمودي لأكيسي. أكيسي مرة أخرى يعيد الكرة لمهدي خرماج. أخر 55 دائما فريق لايسيس متفوق على الأوسيس بهدف. عبد الله مهدي في الجهة اليمنى يحاول المراوغة يبحث عن التمرير. يعيد الكرة ليوسف البصري. يوسف البصري لحمزة. حمزة يبحث عن التسديدة والتمرير يمرر كرة جميلة في الجهة اليسرى. تدخل لمحمد طاووس يختال كالطاووس بمربع عمليات فريق الجمعية. يبعد كل الكرات إلى جانب عبد الرحمن اللعبي. ميل شهاب والكرة دائرة. كرة سهلة تضيع من جانب فريق أولمبيك أسفي. ضربة تماس ورمية تماس لصالح أمين الشيباني جانب الجمعية. انتظار اسعاف احد لاعبي فريق الجمعيه الرياضيه السلويه. هشام كلوش. كلوش لوحده على الارض كما تابعنا. باني يمرر في اتجاه نبيل قعلاص واستخلاص الكرة من حمزة متحف بعطاء أفضل. لحد الساعة مما قدمه في الجولة الأولى تدخل جميل من عبد الله مهدي. يوسف البصري يمرر الكرة لرفيق عبد الصمد. يعيد الكرة لأميل شاب في الجهة اليسرى. رفيق عبد الصمد يعيد الكرة لحمزة. حمزة يراوغ يمرر ليوسف البصري. يوسف البصري كرة جميلة لعبد الله مهدي خطيرة الكرة. دا سيلفا تسديدة قوية. قوية تدخل عبد الرحمن اللعبي بنجاح. دا سيلفا يستخلص كرة أخرى ويحصل على ضربة خطأ. يضغط لاعبو فريق أولمبيك أسفي. شيء بديهي شيء عادي لفريق منهزم بميدان التمريرة الجميلة. يتدخل الدفاع. يوسف البصري يعني رشدي في الجهة اليمنى يمرر كرة جميلة. دخل الدفاع. يوسف البصري بالرأس يعيد الكرة فقط لمدافع فريق الجمعية. كرة صعبة. نبيل قعلاص وتسلل يعلن عنه حكم المساعد. أكيسي كاسي أكيسي ليمرر بالفعل في اتجاه رفيق عبد الصمد. علي رشدي بالرأس تعود الكرة يوسف قناوي.
والكرة في التماس من هشام اللوش علي رشدي. لقطة مفروض ألا تتكرر. أسيلفا ليوسف البصري، يوسف البصري يعيد الكرة لك أكيسي. أكيسي بسرعة اتجاه الشاب تستخلص الكرة من لاعب فريق الجمعية الرياضية السلوية. يحاول لاعب الفريق التركيز على الكرات السريعة المرتدة خطيرة. يوسف بناوي أمام حمزة حمودي، ينجح حمزة حمودي أمام زميل الأمس يوماري لزميل اليوم علي رشدي. علي رشدي بسرعة في اتجاه عبد الله مادي، عبد الله مادي رفيق عبد الصمد، رفيق عبد الصمد أمامه مهاجمين. كرة جميلة خطيرة، كرة خطيرة لصالح فريق أولمبيك أسفي من معاوي، معاوي لأمير شهاب. عود الكرة، كانت كرة صعبة على مرمى، تحولت لكرة سهلة بين يدي محمد عقيد كما تابعنا. الفعالية تنقص لاعب فريق أولمبيك أسفي في دقائق اليوم. عقيد بسرعة لبن ديدان، بن ديدان في اتجاه يوسف بناوي، يوسف بناوي في جهة اليسرى وحيدا والمتابعة من مهدي خرماج. يوسف بناوي حاول المراوغة أو التمرير، ريرة من دون اتجاه خارج رقعة الملعب. ريرة المحاولة الأخيرة لفريق الجمعية الرياضية السلوية، وكأن لاعب ومهاجم فريق الجمعية السلوية بشكل خاص يحاولون إتعاب مهاجم فريق أولمبيك أسفي عبر المحاولة الهجومية السريعة والمناوبة عليها يمينا وشمالا، وبالتالي حاولت خلخلة الدفاع عبر هذا التكتيك. وعلي رشدي في الجهة اليمنى يراوغ، دخل الدفاع، ثم بعد الكرة لبن ديدان، بن ديدان بسرعة في اتجاه نبيل قعلاص، تدخل أكيسي بالرأس في اتجاه مهدي خرماج، ناجح أكيسي لحد الساعة. يوسف البصري رفيق عبد الصمد يعيد الكرة لأكيسي لأميل شاب الأسبق للكرة لاعب الجمعية الرياضية السلوية. كلوش يحصل على ضربة خطأ، تدخل أكيسي اللاعب حمدي العشير حصل على ضربة خطأ، كانت مراوغة وتصدي غير قانوني كما أعلن عنه الحكم لي عاكسي. أعطاء جيد لحد الساعة. تغيير بصفوف فريق أولمبيك أسفي، التغيير الأول خروج عبد الله مادي، دخول ياسين بيود، ضربة خطأ ستنفذ اللحظة من جانب فريق جمعية سلا. نفذ ضربة خطأ من طرف بن ديدان، بن ديدان ينفذ في مربع العمليات السهلة لحمزة حمودي، يجب إبعاد الكرة بسرعة بالفعل، لكن الكرة فقط جهة مدافعي فريق الجمعية. دا سيلفا، دا سيلفا بالرأس خلقوي مدافعي فريق الجمعية، تسلل لكونان سيرج مهاجم فريق جمعية سلا. كرة في الجهة اليسرى، ضربة خطأ صالح بيود، ياسين بيود السابق للنادي المكناسي، تدخل من حمدي العشير اعتقد، ضربة خطأ فرصة أخرى، طريق ضربة ثابتة لفريق أولمبيك أسفي.
هاكيسي في الجهة اليسرى يمرر كرة جميلة دخل الدفاع كرة في الزاوية سيستعين زكي بدو بأحد أوراقه الأخرى إبراهيم البحراوي السعيد للدخول ومساندة زملائه بالفريق. قبل ذلك نتابع ضربة الزاوية تنفذ الكرة دخل الدفاع ما زالت لصالح فريق أولمبيك كاسافي كرة جميلة تدخل الحارس محمد عقيد تتحول ليوسف قناوي عميد فريق الجمعية تبعد الكرة من دون اتجاه من كلوش مدافع جمعية علي رشدي تنفيذ ضربة التماس ونفذ الكرة ضربة خطأ لصالح الجمعية يقول منير الرحماني حكم المواجهة. يوسف القناوي يغادر سجل الهدف كما نتابع ويدخل مكانه مراد حبور. غير أول أيضا بصفوف فريق جمعية رياضية السلاوية نفذ الكرة في اتجاه هايبور أول لمسة بالقعلاص هشام كلوش فقط خارج حدود الملعب على الدقيقة 65 دائما تفوق فريق جمعية سلا بهدف لصفر. يوسف البصري هذه خرماج من خرماج لي كاسيا كيسي هرماج مرة أخرى دار انطلاقة أحد المهاجمين تمرير في اتجاه معاوي بالرأس خول اللعبي المتابعة رفيق عبد الصمد بالرأس يوسف البصري كرة يوسف البصري عود مرة أخرى لمدافعي الجمعية هرماج يع الكرة هايبور ارتجال الكرة فقط في اتجاه حمدي العشير يراوغ حمدي العشير يمرر وأكسي يترك الكرة ليد حارس حمزة حمودي ميلشان في الجهة اليسرى يمرر كرة اتجاه دا سيلفا تدخل طاووس الكرة العالية دائما تجد طاووس أو عبد الرحمن اللعبي أطول لاعبين في اللقاء أعتقد بالتالي تفوق واضح على مستوى الكرة العالية بس لصالح فريق الجمعية الرياضية السلاوية لحد الساعة عرف الفريق السلاوي كيف يجاري اللقاء متفوق خارج ميدانه لكن يهاجم كل مرة عبر الهجمات المرتدة بشكل خاص. علي رشدي دق كما نتابع من لاعب فريق الجمعية من مراد حبور اللحظة فلا تمتع بكامل إمكانياته البدنية تحقق منذ خمس دقائق باللقاء خروج رفيق عبد الصمد وابراهيم البحراوي كما ذكرت يعود لمساندة زملائه على مستوى خط الهجوم بس لعب الكرة بين علي رشدي وحمزة حمودي حمزة حمودي كاسيا كيسي كيسي لأميل شهاب عبد الله مهدي ميلشان يعود الكرة لعكيسي
عكيسي يمرر الكرة عميقة باتجاه مجموعة من اللاعبين. إبراهيم البحراوي يترك الكرة في الجهة اليسرى خطيرة، كرة تدخل عبد الرحمن اللعبي يبعد الكرة تستخلص مرة أخرى لصالح فريق أولمبيك سافي. ضربة خطأ لحمزة متحف. بيوض ياسين بيوض وراء تمرير الكرة بل أميل شهاب الكرة مقوسة جاء مربع العمليات يكتفي بالتمرير. عود الكرة لأكيسي ضائعة فرصة رود كان أن تمرر قد تشكل خطورة على أي كرة شميلة لفريق الأولمبيك. أجمل فرصة للأولمبيك وتدخل جيد مرة أخرى. ضربة خطأ لصالح فريق جمعية سلكت محاولة مباغتة لفريق أولمبيك كسفي. كما نتابع كرة جميلة كاستقبال وتمرير جيد دا سيلفا تسديدة قوية متابعة جيدة أيضا لعقيد ودافع الأخير وهو حارس المرمى محمد عقيد حارس الجمعية الرئيسية. تنفذ الكرة دخول مهدي خرماج بالرأس حمزة متحف يمرر للجهة اليسرى لأمير شهاب. أمير شهاب باتجاه بيوض بيوض يراوغ يراوغ ويمرر كرة جميلة في الجهة اليسرى. أمير شهاب كرة جميلة اتجاه إبراهيم البحراوي. حكم يتدخل يعلن عن ضربة خطأ لصالح المدافع عبد الرحمن اللعبي مدافع الجمعية الرياضية السلوية. عشرون دقيقة متبقية لنهاية الوقت القانوني وهي الفترة الزمنية المتبقية أمام لاعبي فريق أولمبيك سافي للعودة في النتيجة وهي نفس التوقيت المتبقي أمام فريق الجمعية للحفاظ على نتيجة التفوق. مباراة الكلاسيكو القوية بين الرجاء والجيش انتهت بتفوق الرجاء بهدف 1-0. ذكر بالنتائج المسجلة كما تابعنا يوم الجمعة تفوق أولمبيك خربقة على الوداد فاز بهدفين لهدف. الكوكب تفوقت اليوم على نادي قرطبة بهدف 0. مغرب تطواني الدفاع الجديد بدون أهداف انتهى المباراة. وكما ذكرت الرجاء تفوقت على الجيش بهدف ولحد الساعة أولمبيك أسفي منهزم بميدان أمام فريق جمعية السلوية بهدف 0. ضربة خطأ لفريق أولمبيك أسفي ستنفذ من ياسين بيوض. فرصة لفريق الأولمبيك لتعديل الكفة. ياسين بيوض يتدخل جامكلوش بعيد الكرة للتماس أزالت لصالح فريق الأولمبيك. علي رشدي كرة جميلة في الجهة اليمنى تدخل قوي مرة أخرى من هشام كلوش وضربة مرمى لصالح فريق الجمعية الرياضية السلوية. منفذ ضربة مرمى فريق الحارس محمد عقيد وتغيير آخر بصفوف فريق الجمعية الرياضية السلوية. كونان سيرج سيترك مكانه لعادل وهبي. كونان سيرج لم نشاهده كثيرا. ثلاثة دقائق الماضية تحرك من دون كرة أحيانا لكن دون فعالية كبيرة. إذن عادل وهبي بديلا لكونان سيرج غواديو. فضل الكرة وبعد من مهدي خرماج. ضربة تماس صالح فريق الجمعية الرياضية السلوية. تنفذ
امين الشيباني ولعب الكره بسرعه التحول لفريق اولمبيك سافي مراوغه جميله. كره في الجهه اليسرى فرصه لفريق الاولمبيك، التمرير لامين بالجهه اليمنى كره جميله لكن تضيع. تدخل هشام الكلوش هذه كرماج مره اخرى يوسف البصري، يوسف البصري لمنتصف الملعب لحمزه متحف يغير لاميل شاف في الجهه اليسرى، حمزه مره اخرى يعيد الكره لاكيسي، اكيسي لمهدي خرماج دا سيلفا يطلب الكره يتلقاها اللحظه دا سيلفا مضطر ان يعيد الكره لمهدي خرماج، اكيسي لحمزه حمودي يتحول للاعب مدافع ومرر اتجاه حيبور يودي يمرر كره جميله دا سيلفا يتدخل الدفاع تبعد الكره فرصه كانت خطيره تضيع على فريق اولمبيك اسفي، خرماج يتدخل يوسف البصري يراوغ تمريره جميله في الجهه اليسرى تمريره اجمل متابعه لابراهيم البحراوي تمرير خطيره كره محمد عقيد يتدخل كانت كره جميله لصالح فريق اولمبيك اسفي محاوله اخرى تضيع حاول مرتد سريع لفريق الجمعيه وتسلل يعلن عنه الحكم المساعد كاسي اكيسي في التنفيذ لمهدي خرماج، مهدي خرماج ينتظر انطلاقه احد المهاجمين دا سيلفا مراوغه جميله لمعاوي يراوغ هزت الكره بحوزه معاوي لياسين بيوض يراوغ بيوض يمرر كره جميله يتدخل طاووس يتدخل ويبعد كره خطيره اخرى على مرمى فريق الحسني مجهود بدني كما نتابع كبير للاعبي فريق الجمعيه السنويه بعد ضغط المتواصل والمد الهجومي لفريق اولمبيك اسفي ياسين بيوض بتنفيذ ضربه الزاويه ضربه الزاويه تنفذ كره خطيره تدخل اللعبي كره لحمزه متحف بالراس تتحول لحمله لفريق الجمعيه تدخل مهدي خرماج الكره في تماس لصالح الجمعيه الرياضيه السلاويه في الجهه اليمنى سهلة استخلاص لصالح لاعبي فريق الاولمبيك بداية هجمة اخرى ناقصة تستخلاص مرة اخرى من يوسف البصري وعاوي يحصل على ضربة خطأ غاني معاوي يحصل على ضربة خطأ مستحقة سرعة تعود لفريق الجمعية يوسف البصري حمزة متحف تمريرة جميلة كان المتابعة لم تكون بنفس الجودة من دا سيلفا هذا الكرة للاعبي فريق جمعية سلا كلوش هشام يمرر يتدخل مهدي خرماج مهدي خرماج مرة أخرى يعيد الكرة لحمزة حمودي حمزة حمودي لأكيسي أميل شهب الجهة اليسرى يعيد الكرة لأكيسي أكيسي منتصف الملعب حمزة متحف تبريرة جميلة لدا سيلفا ضيع الكرة ضيع الكرة بشكل سيء من ديغو بيليكس دا سيلفا يعود للجمعية والتسلل يقول الحكم المساعد حدود الدقيقة 78 دائما فريق الجمعية الرياضية السنوية متفوق بهدف يوسف القناوي الذي سجل في حدود الدقة 40 من الجولة الأولى تسلل واضح كما نتابع مشكورين الزملاء وراء الكاميرات يوسف البصري
الدين الرحماني يطالب ب على تنفيذ ضربة الخطا عكيسي من مدي خرماج. خرماج مره اخرى يوسف البصري في الجهه اليمنى بالفعل يتلقى الكره يبحث عن التمرير يمرر الكره اتجاه عبد الله البحراوي يتدخل ابراهيم البحراوي تدخل الحارس محمد عقيد احكم القبضه على الكره الاخيره واحكم قبضته ايضا لحد الساعه على مربع العمليات ككل. عكيسي يبعد الكره فقط اتجاه كلوش تدخل ايضا من ابراهيم البحراوي. علي رشدي في تنفيذ التماس. علي رشدي البحراوي رجميلة ليوسف البصري. يوسف البصري لدا سيلفا يتدخل عبد الرحمن اللعبي يبعد الكرة. كولاس يحصل على ضربة خطأ. رفيجة اليسرى حذري من حملة مرتدة ايبور. ايبور لمدي كريويطا يعيد الكرة. كريويطا للجهة اليمنى. كريويطا بالراس يتدخل عكيسي ليوسف البصري. يوسف البصري تمريرة يعمل شاب مجموعة من لاعبي فريق اولمبيك اسفي في مربع العمليات. كرة لي عبد الغني معاوي يعيد الكرة لأميل شاب. التمرير تدخل اللعبي كرة التحول لي البحراوي. علي رشدي اللحظة يمرر كرة جميلة تدخل محمد عقيد. عقيد قدم لقاء جيد كما قلت سيد مربع العمليات. 10 دقائق على نهاية اللقاء دائما تفوق الجمعية الرياضية السنوية بهدف لصفر. مهدي خرماج دعا الكرة من مهدي خرماج. هذه الوهبي يعيد الكرة للعشير ويحصل فريق الجمعية ضربة خطا. تدخل من ياسين بيوض. فرصة أخرى لفريق الجمعية الرياضية السلوية ضاعت بعد الثواني والحلول غير متاحة بشكل كبير أمام فريق أولمبيك أسفي. أقل من 10 دقائق على نهاية الوقت القانوني من المواجهة. فرحة وحركية على مستوى دكة بدلاء الجمعية. ترقب وانتظار الجانب الآخر. بنديدان سينفذ ضربة الخطأ. 4 لاعبين مهاجمين من جانب الجمعية في مربع العملية. سهلة لحمزة حمودي بسرعة ضيع الكرة من دا سيلفا لحسن الحد. حمزة انتحف مرة أخرى يمرر كرة لأميل شاب. أميل شاب لياسين بيوض. بيوض تمريرة أخرى جميلة لكن للأسف تضيع فرصة أخرى على فريق أولمبيك أسفي بإعلان الحكم مساعد عن التسلل. التسلل كان في الحدود أعتقد المسموحة بين المهاجم والمدافع. تسلل ينفذ من محمد عقيد. تدخل مهدي خرماج بالراس. بصري يمرر للجهه اليسرى حسين بيوض. ضربه خطا. ورقه صفراء نبيل قعلاص. ضربة خطا لصالح الاولمبيك اولمبيك اسفي. ضربة
فدى الكرة هذه خرماج يمرر كرة جميلة تسديدة قوية كرة جميلة وتدخل من حارس الجمعية كرة جميلة من مهدي خرماج متابعة أيضا أجود من ياسين بيوض وتدخل جيد لحارس الجمعية الرياضية السلوية محمد عقيد وزاوية تتنفذ من ياسين بيوض تنفذ الكرة خطيرة تدخل الدفاع كانت كرة جميلة من مهدي خرماج ياسين بيوض مرة أخرى يعيد الكرة لمربع عمليات الجمعية محاولة تلو الأخرى من جانب فريق أولمبيك أسامي كرة جميلة تدخل الحارس ودفاع الجمعية يبعد الكرة يوسف البصري والكرة متوقفة إلى حين إسعاف محمد عقيد حارس الجمعية الرياضية السلوية دا سيلفا تمريرة جميلة دا سيلفا تدخل ارتقاء أمام أكيسي للحارس عقيد ربما أصيب هذه اللقطة الأولى لياسين بيوض يكون وقت إضافي لن يقل عن خمس دقائق توقفت الجولة الثانية ودقائق الجولة الثانية أكثر من مرة خمس دقائق وسط ترقب الطاقم الفني فريق أولمبيك أسفي والكرة ستلعب بين اثنين تعود الكرة لفريق أولمبيك تنفذ الكرة في اتجاه عبد الله أبو إبراهيم البحراوي تدخل حارس عقيد والمتابعة كانت أيضا المدافعين كرة طويلة في اتجاه أيبور مراد كرة خارج حدود الملعب ضربة مرمى لفريق الجمعية الرياضية السلوية تدخل الكرة بسرعة في اتجاه أميل شاب ياسين بيوض يرضى أميل شاب دائما في الجهة اليسرى متحركة أكثر لأن فريق أولمبيك أسفي الكرة تهلى تبعد بقوة من الدفاع الكرة خارج حدود الملعب من أميل الشيباني لمس لصالح الأولمبيك ينفذ من أميل شهاب ينفذ الكرة صعبة تدخل الدفاع تدخل الدفاع والحارس كرة جميلة تبعد مرة أخرى من الدفاع مهدي خرماج يعيد الكرة بالرأس تدخل اللعبي كرات هوائية بين المدافعين والمهاجمين والزاوية يقول الحكم مدير الرحماني زاوية على بعد ثلاث دقائق أو أقل من نهاية الوقت القانوني من عمر المباراة ضغط مسترسر متواصل من جانب لاعبي فريق أولمبيك أسفي ياسين بيوض السعيد لتنفيذ ضربة الزاوية بيوض ينفذ كرة سهلة خطيرة وهدف التعادل هدف التعادل لفريق أولمبيك أسفي من توقيع اللاعب البحراوي إبراهيم اللاعب البديل إبراهيم البحراوي يعلن عن هدف التعادل لفريق أولمبيك أسفي في وقت أقول أحرز هدف في وقت انتظر الجميع انتهاء اللقاء لصالح فريق الجمعية هدف إثر اختلاف أمام المرمى سنتابع الأكيد الإعادة إعادة الهدف كانت تمريرة
عن طريق ضربة زاوية من ياسين بيوض. إذن اللاعبون البدلاء هم من قدموا وأعطوا الهدف، من هدف التعادل لفريق أولمبيك أسامي تنفيذ الكرة. والخطأ كان من محمد عقيد، فعل كل شيء محمد عقيد وأخطأ خطأ واحد يعتبر خطأ قاتل، واستغل الكرة بشكل جيد المهاجم البديل إبراهيم البحراوي يعلن عن هدف التعادل لفريق أولمبيك أسفي. عبد الغني معاوي، محاولة أخرى لفريق أولمبيك أسفي، تقطع الكرة ما زالت بحوزة يوسف البصري من جانب الأولمبيك. تغيير اتجاه الكرة لرشدي علي في الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، تدخل قوي، تدخل قوي من جانب مدافع الجمعية هشام كلوش، تدخل قوي بالفعل، انضربت خطأ لصالح فريق أولمبيك أسفي. هدف تعادل جاء إثر ضربة ثابتة، الآن ضربة ثابتة، هل يستغل الفريق ضربة خطأ أخرى؟ وراء الكرة دائما ياسين بيوض، منذ دخول ياسين بيوض قدم لقاء قوي، كان من وراء مجموعة من المحاولات، مجموعة من الحملات، وكان وراء هدف التعادل. يمرر اللحظة ياسين بيوض، سيمرر في اتجاه خمسة مهاجمين أو أربعة مهاجمين فريق الأولمبيك. يتدخل الدفاع، تسديدة حمزة متحف تعود بسرعة لصالح فريق الجمعية الرياضية السلوية. تبعد الكرة من حمدي العشير، استخلص من يوسف البصري، هشام كلوش بمرتد هجومي لفريق الجمعية. تدخل البحراوي بنجاح، يحصل على ضربة خطأ، حمزة متحف يمرر الكرة جميلة في اتجاه علي أو ياسين بيوض، تقطع الكرة من اللاعب عبد الرحمن بحوزة الأولمبيك. مرة أخرى عبد الغني معاوي يراوغ، ضربة خطأ لصالح جمعية سلا. انتهى الوقت القانوني، نلعب فقط دقائق الوقت الإضافي. بنديدان على الأرض، لاعب الجمعية الرياضية السلوية يتلقى الإسعافات الأولية آخر رقعة الملعب. بنديدان يغادر حدود الملعب القانونية لتلقي المزيد من الإسعافات ودخول محمد حمدان أحد أبرز لاعبي الجمعية الموسم الماضي. إذن دخل بديلا لبنديدان، ولعب الكرة من محمد عقيد حارس الجمعية، تدخل علي رشدي بسرعة، تتحول لمرتد لعبد الغني معاوية، تدخل عبد الرحمن اللعبي، كرة قوية خارج حدود الملعب. دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حمزة حمودان، علي رشدي، محمد حمدان يحصل على ضربة خطأ، تنفذ ضربة الخطأ، عبد الرحمن اللعبي، خطيرة الكرة، خروج حمزة حمودي حارس الأولمبيك يحصل على ضربة خطأ، كانت مضايقة من مهاجم الجمعية. ياسين بيوضي يراوغ، تدخل حمودان، الكرة بتمس لصالح أولمبيك أسفي،
ثواني ودقائق حرجة من عمر المواجهة. تدخل أيضا قوي من مدافع الجمعية من الإبعاد الكرة. تدخل هشام كلوش دا سيلفا يحاول المراوغة. عودة الكرة لفريق الجمعية. مرتد هجومي لنبيل كوعلاص. تحسق راس الكرة من مهدي خرماج بسرعة. يغير كرة ليوسف المصري في جانب يمين. يوسف المصري مرر بيود. بيود لعلي رشدي. علي رشدي يمرر كرة لكن تقطع وتستخلص من مالك لوش. والحكم يعلن عن نهاية المباراة بتعادل الفريقين. هدف لمثله. شكر للزملاء بالوحدة المتنقلة. رقم 7 كان معكم في التعليق خالد شكمان. إلى اللقاء. Ses rêves, sa volonté, son avenir, le talent, nous, on y croit. Main dans la main pour les victoires de demain. Afrika al ikhtiyar sa'ib. البطولة الوطنية الاحترافية في جولتها السادسة على قناة الرياضية. المغرب الفاسي في مواجهة مثيرة يستقبل الوداد البيضاوي. مباراة تشاهدونها الأحد في 7 مساء على قناة الرياضية. حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية. روبورتاجات، كواليس المباريات، صخب الملاعب وصدى المدرجات. نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية. حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بداية من الساعة 9 مباشرة على قناة الرياضية. البطولة الوطنية الاحترافية في جولتها السادسة على قناة الرياضية. إحدى قمم الدورة يستقبل خلالها الفتح الرياضي حصنية أكادير الاثنين في 7 مساء على قناة الرياضية. في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم. وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ. وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل. ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل، نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر. أهلا بكم. تظاهرات دولية وقارية تحتضنها بلادنا قريبا. ومع مر رياضة نزلت تتلع هدك كيقول قرأوا التاريخ. أنا لا أعيد المغاربة بالنتائج. وعرفتي علاش؟ حيت عارف ديك الخلفية ديالي شنو فيها. ما عندناش الخلف، ما وجدناش الخلف. عطينا ميزانية ضخمة، شنو درنا بها؟ هذا هو الخطأ. كانت مهمة ولكن كواليتها غير كافية في غياب منظور، في غياب مسيرين. واش ما كيبقاش فيكم هذه البلاد؟ بالنسبة أنا إلا كان صنف رياضي غادي يبقى غادي في العابات باسم الرياضة، أنا مستعد غادي نعدمو، ما يبقاش. بالواضح الثلاثاء 10:30 ليلا على قناة الرياضية. مشاهدي قناة الرياضية أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في حصة مباشرة.